يا حسايف احسب انها علي ما تطوف غير طافتني وصالف الهبوب تلوفها الاوادم تختلف فيه مشكال وصنوف يا واجد حالي على الطيب من صنوفها ذراك الله فالشدا يدوي في بعض الظروف شوفتني حاجة من قبل ما شوفها كنت عد أصحابنا بالمئات وبالألوف غير في وقت الشدايد تضيع ألوفها فيه محباط كبير وترداد وخوف والحسد في قلوبها والبالا في جوفها ما دارت إن بعض ذا الناس جحاد معروف لنا بيضان الوجه جحد معروفها بارك الله في الشدة يدو في بعض الظروف شوفتني حاجة من قبل ما أشوفها يا حسايف احسب انها علي ما تطوف غير طافتني وصال فالهبوب تلوفها الاوادم تختلف فيه مشكال وصنوف يا واجد حالي على الطيب من صنوفها احسب اللي لازمة تجبرتني على خط الوقوف وازمت الايام قامت تحد سيوفها بارك الله في الشدة يدو في بعض الظروف شوفتني حاجة من قبل ما اشوفها احمد الله واشكره ما لحق حالي حفوف المكارم عاليه ما شاكيت حفوفها انت جمل فالمطالق وانعش الضيوف يوم بعض الناس ما تعتني في ضيوفها الحمولة كائدة حملها فوق الكتوف والعرم في ذا الزمام تقترب من خوفها يا رفيقي كان لك قلبي وعيون انت شوف الركايب بالراكات والذياب تحفها بارك الله في الشدة يدو في بعض الظروف شوفتني حاجة من قبل ما اشوفها فالشدة يدوي في بعض الظروف شوفتني حاجة من قبل ما اشوفها كنت عد اصحابنا بالمئات وبالالوف غير في وقت الشدة تضيع الوفها فيه محباط كبير وترداد وخوف والحسد في ما دارت بعض ذا الناس جحاد معروف لنا بيضان الوجه جحد معروفها بارك الله في الشدة يدو في بعض الظروف شوفتني حاجة من قبل ما اشوفها يا حسايف احسب انها ما تطوف غير طافتني وصال فالهبوب تلوفها الاوادم
ما تجبرتني على خط الوقوف وزمت الأيام قامت تحد سيوفها. بارك الله في الشدة يد في بعض الظروف شوفتني حاجة من قبل ما أشوفها. أحمد الله وأشكره ما لحق حالي حفوف المكارم عاليه ما شاكيت حفوفها. انت جمل فالمطالي قوي نعشي الضيوف يوم بعض الناس ما تعتني في ضيوفها. الحمولة كائدة حملها فوق الكتوف والعرم في ذا الزمام تقترب من خوفها. يا رفيقي كان لك قلبي وعيون انت شوف الركايب بالراكات والذياب تحفها. بارك الله في الشدة يد في بعض